الحكومة فاشلة مسكينة ما قدرش، شأنه البوليس السياسي تسيطر عليها وتسيطر على المجتمع المدني وتسيطر على الأحزاب وتسيطر على الجرائد والمواقع شوها ماشي معك، ما كان لحكومة ولا ضمن. الحكومة هي شخصية قوية لكن كلا توقف التسيول والتصرف الغير لائق والأخطاء ويعنيش بسرعة. هذاك واحد ما مالو مالو مساكن شكنات شي باغي يدبر على راسو. البارح تخيي كيقول لينا حنا دابا كنت نفسه مع الصين واش من بلاد اخرى الله الجبون ولا الهند، مع الهند شكون فينا الولا في صنع السياره؟ ايوا كنقول لك حنا المغاربه كنصنعوا السياره زعما بلدنا زعما ردنا حمير ام قلخين بابنا. هذا حنا كنصنعوا 700 الف سياره ولربما حنا نكونوا من الدوله في التسع ديال السيارات في العالم. ايوا نعم السيد كان هادشي صحيح، والشعب عايش الازمه اللي عايشه والبطاله اللي عايش والسبيطارات ما عندهمش الدواء والمدرسه العموميه غير موجوده و80 واحد في القسم كخصك تخوض هاد الناس وتجمعهم في واحد البيت وتقول لهم حتى تجيبوا لي الربح ديال 700 الف سياره والدخل ديال 700 الف سياره في التجاره الخارجيه ديال في الميزان التجاري الخارجي ديال المغرب، فهمتي؟ وفين حطيتوا الفلوس ديال 700 الف سياره اللي بعتوا؟ والا كشطهم غادي يكونوا ما سرقوها. ما هادو اذا كانوا ما كذبوا، اذا كانوا كذبوا ما عندي ما ندير لهم، اي خصهم يخلصوا الثمن ديال الكذبه ديالهم باش يتعلم شي واحد اخر ما يكذبش على المغاربه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.